يعني هو كان هو نفسه كان له تصريح بيقول لك ان يعني البطل ما يتضربش، بس كتروا عليه وخدوه في لحظه غفله برضه. بص، من ايام فريد شوقي رحمه الله عليه، البطل الشعبي ما ينفعش ان هو يتهزم، لكن ممكن في النص يتهزم. طبعا. لكن احنا متربيين على القصه دي. استاذ فريد شوقي في يوم من الايام لما كان بيعمل فيلم اللي هو كان بتاع السوق فتوه، وكان في مشهد لما هو خد بالقلم على قفاه، اخواتنا الصعايده في السينما دغدغوها ان ده بطل نجم الترسو، الملك بتاع الترسو، النجم الكبير ده ازاي يتضرب؟ ما ينفعش. فبالتالي احمد العوضي، محمد رمضان، عمرو سعد، كل النجوم اللي بتلعب شعبي، تمام، خايف اكون نسيت اي حد يعني، كل شعبان، احمد السقا، كل الاساتذه دول، كل دول كلهم لهم كل احترام طبعا، كل الناس دي كلها ما ينفعش ان هو يتضرب. ده عرف عندنا، ده العادي، متربيه على كده يعني. فعشان كده ما ينفعش العرب السويركي يتضرب غير مره مثلا، وكويس ان هو اتضرب اصلا. يعني كنت مرضى.